إيران تحركت من أجل اختبار المزيد من الصواريخ المتطورة في تحضير مستمر للانتقام من إسرائيل، وهذا الأمر أصبح واضحا مما صدر من قبل السلطات الإيرانية من إنذار يوم أمس في 12 من نوفمبر كما تلاحظون، وهذا الإنذار كان موجها للطيارين والرحلات المدنية، وقاموا ببساطة بمنعهم من التحليق فوق هذه المنطقة الحمراء التي ظهرت في الداخل الإيراني لمدة يومين من 18 وحتى 20 من نوفمبر، أي بدءا من الاثنين القادم من الأسبوع القادم. وهذه المنطقة التي نراها باللون الأحمر هي متمثلة بمنطقة شاهرود التي تأتي إلى الشرق من العاصمة الإيرانية طهران على مسافة 317 كيلو مترا، وبالتالي الذي سيجري أن الطائرات ستبتعد تماما عن التحليق من هذه المنطقة، قد تكون حتى أبعد من هذا الشكل، وذلك بسبب أن إيران قالت بأنها ستقوم بإطلاق عدد من الصواريخ ولم توضح طبيعة هذه الصواريخ. لكننا نتحدث هنا عن يومين من عمليات إطلاق الصواريخ، وهذا يوضح بأننا لسنا أمام قمر صناعي بل أننا أمام صواريخ عسكرية هي التي ترغب إيران باختبارها. وإذا ما حاولنا التأكد من ذلك فإننا نلاحظ من طبيعة الخارطة هنا من شكل المنطقة تحديدا ونذهب إلى وسط هذه الدائرة السنتر نقطة الإطلاق المحتملة لطبيعة هذه الصواريخ بغض النظر إلى الشرق إلى الغرب إلى الجنوب، فإننا بأخذ هذه النظرة والذهاب إلى القمر الصناعي ونلاحظ بأننا أمام نفس المنطقة تماما هنا إلى الشرق من العاصمة الإيرانية طهران، نلاحظ بأننا أمام هذه المنطقة تقريبا بشكل تقريبي من هذه المساحة المفتوحة. إذا ما حاولنا الاقتراب منها سنلاحظ بأننا فعلا أمام مساحات مفتوحة، هذه المساحة المفتوحة الأولى التي تعتبر وسط هذه الدائرة وهذه مساحة ثانية أخرى. والمثير بهذه المسألة أن عادة إطلاق الأقمار الصناعية يأتي إلى الشرق من هذه المساحات المفتوحة على مسافة 65 كيلومترا، هذه نقطة إطلاق الأقمار الصناعية كما نلاحظ، بالتالي هذا مؤشر آخر بأننا أمام حقيقة بأن إيران الآن تخطط لاستخدام منصات لإطلاق الصواريخ أو صواريخ معينة هي التي ستقوم باختبارها تحديدا في هذه المنطقة. وهنالك توقعات من قبل وور إنتل بأننا قد نكون أمام اختبار لصاروخ عابر للقارات، يجب أن لا نستغرب إذا ما وصلنا إلى هذه المرحلة. وهذه المسألة ليست بالبعيدة أبدا من التهديدات الإيرانية المستمرة بتنفيذها لعملية الوعد الصادق الثالثة انتقاما من الضربة الإسرائيلية الأخيرة المباشرة التي شهدناها على إيران، وخاصة بأننا قبل يوم من هذا الإنذار الذي نتحدث عنه كنا أمام أجسام مضيئة ظهرت وهي تحلق فوق طهران وشمال إيران، كانت هنالك الكثير وكان هنالك الكثير من الكلام حول هذه المسألة، وجاءت إيران سبكتيتر وعدد من المصادر الأخرى لتقول بأن إيران فعلا تقوم بالعديد من التجارب الصاروخية منها صواريخ الكروز، بالإضافة إلى أن 8 نوفمبر في شاهرود تحديدا في نفس المنطقة التي صدر فيها الإنذار الأسبوع الماضي نهاية الأسبوع الماضي كان هنالك اختبارا وإطلاقا لإحدى الصواريخ بهذه الطريقة، وتحدثت طبعا المصادر الإيرانية الغير رسمية بأن الصاروخ الذي اختبر هنا هو صاروخ خرم شهر الرابع المتقدم للغاية، كان بحاجة للمزيد من الاختبارات، كانت هنالك الشكوك ما إذا كان فعلا هذا الصاروخ هو الذي اختبر أو لم يختبر، ولكن جاء محمد صدقيان لكي يؤكد بأن هذا الصاروخ فعلا خرم شهر الرابع هو الذي اختبر، وأكد بأن الحرس الثوري الإيراني يريد إدخال هذا الصاروخ ضمن عملية الوعد الصادق الثالثة، حيث أننا في 48 ساعة الماضية كنا أمام تصريحات صادرة من محمد جعفر أسدي وهو مساعد قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي قال بأن الوعد الصادق الثالث أو وعد الصادق ثلاثة سيكون مختلفا عن الوعد الصادق اثنين أو حتى الوعد الصادق الأول. وهنا واضح جدا أن إيران بشكل مستمر تقوم بعملية المناورة واختبار العديد من الصواريخ والقدرات التي تتمتع بها من أجل أن تكون الضربة هذه المرة فعلا دقيقة على الجانب الإسرائيلي، على الرغم من أن إسرائيل هددت وقالت بأنها ستعود مرة أخرى وتضرب الجانب الإيراني، وكذلك
كذلك أيضا فاز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، ودونالد ترامب داعم لإسرائيل بشكل كبير، وإدارته تبدو يمينية بحتة مع إسرائيل ضد إيران، متشددة فيما يتعلق كذلك في الصين، وبالتالي الأمور قد تكون غير منطقية. ولكن في حقيقة الأمر عندما ننظر إلى دونالد ترامب، وهذا الأمر تعيه تماما إيران بأنها إن ضربت الآن إسرائيل وعادت إسرائيل بضربها مرة أخرى، واستمرينا بهذا المنوال طرف يضرب وطرف يرد، هذه ستصل إلى نقطة وستوصل منطقة الشرق الأوسط إلى ظروف اقتصادية غير مستقرة نهائيا. ودونالد ترامب يريد إنهاء الحروب بشكل عام، وهو يريد إنهاء الوضع الاقتصادي المتردي، وهذه المنطقة هي منطقة نفطية مهمة للغاية، وهو يريد السيطرة على وضع النفط بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك باستقرار منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. بالتالي إيران تعلم تماما بأن دونالد ترامب لن يدفع إسرائيل للضغط بشكل أكبر على الجانب الإيراني، وإيران حتى هذه اللحظة لم تخالف شيئا فيما يتعلق بالتقدم النووي الخاص بها. نعم هي تخصب اليورانيوم بنسبة 60%، ولكن لم ترتفع أكثر من ذلك، حتى عندما ارتفعت إلى أكثر من 80% في نقطة معينة في فترة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إلا أنها في نهاية المطاف اتضح بأن هذا الأمر كان بخلل فني، وأكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحتى الاستخبارات الأمريكية تحدثت عن هذه المسألة. بالتالي إيران لم تخصب عسكريا، لم تتخذ قرارا للوصول للقنبلة النووية، وأساس لا تمتلك قنبلة نووية، بالتالي فلا داعي لضرب المنشآت النووية أو حتى إيصال الأمور إلى ضرب المنشآت النفطية. كذلك أيضا هم يعلمون بأن دونالد ترامب يحب عقد الصفقات، والاتفاق النووي يعتبر صفقة، وتحقيق مثل هذا الاتفاق الذي لم ينجح بايدن بتحقيقه سيؤدي إلى استقرار منطقة الشرق الأوسط في الفترة القادمة، وبالتالي إيران تدرس هذه المسألة، خاصة وأن الجبهات مشتعلة في كل مكان، ليس فقط من حركة حماس التي قوضت قدراتها بشكل كبير، لكن حزب الله اللبناني وأيضا جماعة الحوثي المستمرة بالسيطرة على مضيق تجاري مهم للغاية، وهو مضيق باب المندب. وهنالك مشكلة في هذا المضيق، بل إن هنالك تشتيت كبير للجبهات الآن واضح للغاية، حيث أن الولايات المتحدة الآن بدأت تحرك أصولها العسكرية باتجاه جماعة الحوثي. USS إبراهام لينكولن حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة بعدما كانت هنا تحديدا في هذه المنطقة وكانت باتجاه إيران وكذلك في البحر العربي، إلا أن الآن اتضح بأنها اتجهت باتجاه خليج عدن قادمة من خليج عمان والبحر العربي، وهذا الأمر أصبح واضحا مما كشفه إم.تي. أندرسون من صورا للأقمار الصناعية، كشف طبيعة هذه السفينة، السفن المرافق لها، حددها تماما وأوضح بأنها الآن موجودة في هذه النقطة بالقرب من اليمن، وعلى مسافة تقريبا 650 كيلومترا عن مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وهذا يعني بأن جماعة الحوثي قادرة على استهداف حاملة الطائرات الأمريكية USS إبراهام لينكولن. لاحظ المديات التي تتمتع بها، هي قادرة تماما للوصول إلى هذه الأهداف على مستوى الصواريخ البحرية التي نتحدث عنها، وهذا هو بالفعل الذي حدث كما أعلن العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي، وأكد هذا الأمر البنتاغون military.com وعدد من المصادر الأخرى، هو أن حاملة الطائرات الأمريكية بمجرد وصولها لهذه المنطقة وبمجرد دخول مدمرتين أمريكيتين من مضيق باب المندب، جاءت جماعة الحوثي لتستغل هذه المسألة وأطلقت العديد والعديد من الصواريخ، 8 صواريخ تقريبا باتجاه هذه المدمرات، مع العديد من الطائرات المسيرة وكذلك الصواريخ البحرية. نفس الأمر كان قادما باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية USS إبراهام لينكولن من صواريخ وأيضا طائرات مسيرة، وقالوا بأنهم حققوا أهدافهم لأن كان هنالك هجوما محتملا قادما من الطائرات الأمريكية باتجاه مناطق جماعة الحوثي. لكن طبعا البنتاغون أكد بأن كان هنالك تصديا لكل الطائرات والصواريخ في نهاية المطاف، بالتالي هذا التصعيد مع الظروف الاقتصادية التي تسببت بها جماعة الحوثي يوضح بأنها هي الطرف الذي سيصل إلى نقطة الضغط في نهاية المطاف من قبل دونالد ترامب، لأن من دون حل هذه المسألة لن تصل الأمور إلى حل فعلا على المستوى الاقتصادي بكل تأكيد، وهذا ما تراه إيران كفرصة للبقاء كقوة منافسة لإسرائيل
وتعلم أن إسرائيل لن تذهب أبعد وحتى دونالد ترامب لن يذهب أبعد من فرض العقوبات القاسية مثل عقوبات الضغوط القصوى طبعا التي كان قد نفذها على الجانب الإيراني بعد انسحابه من الاتفاقية النووية. ووصلنا في نهاية المطاف إلى ما وصلنا إليه، وكذلك أن الجانب الإيراني لديه فرصة في الاستفادة من روسيا وكوريا الشمالية وكذلك الصين. هو الأمر الذي حذر منه من؟ الأمين العام لحلف الناتو اليوم كان قد تحدث بأن علينا الحذر من طبيعة هذا الحلف الجديد الذي تشكل بين كل هذه الأطراف، حيث أننا في الشهرين الماضيين لاحظنا بأن هنالك معلومات وصور لجنود من كوريا الشمالية على سبيل المثال 12 ألف جنديا ظهروا وهم يحملون ويتحصلون على الملابس الخاصة بالقوات الروسية للذهاب إلى روسيا للقتال في روسيا جنبا إلى جنب مع الجيش الروسي ضد القوات الأوكرانية. أكدت هذه المسألة المخابرات البريطانية، المخابرات الأمريكية وكذلك الأهم كوريا الجنوبية ومخابراتها، هي كانت أول من يتحدث عن هذه المسألة. وطبعا القوات الكورية الشمالية بحسب ما تحدثت عنه المصادر البريطانية أو حتى كذلك كوريا أو أوكرانيا تحديدا، فإن القوات الآن الكورية الشمالية موجودة عند كيرسك وهي تقاتل القوات الأوكرانية، وبدأت هذه المعارك فعلا في هذه المنطقة التي تقدمت لها القوات الأوكرانية في الداخل الروسي. وهذه مسألة مهمة بالنسبة للجانب الروسي لأن روسيا تركز على البقاء مسيطرة على هذه المناطق التي تقدمت باتجاهها مثل خيرسون وزابوروجيا وكذلك الدونباس بأكمله، ويريدون تحقيق اتفاق مع دونالد ترامب في نهاية المطاف. بالتالي إن تراجعت القوات الأوكرانية من هذه المنطقة ستكون في موقف صعب، لأنهم كي ينهوا الحرب يريدون البقاء في هذه المناطق، وقد لا تكون هنالك كثير من الخيارات بالنسبة لزيلنسكي. بالتالي كوريا الشمالية ودخولها هنا تعتبر مسألة مهمة للغاية. كذلك أيضا في نفس الوقت أن كوريا الجنوبية اليوم أكدت بأن لا زال القوات وأكدت أن الكوريين الشماليين يقاتلون فعلا الآن القوات الأوكرانية، هم دائما يكررون هذه التقارير بهذا الشكل. لكن الأهم هو أن كيم جونغ أون في الشهرين الماضيين أو في 3 أشهر الماضية ظهر وبجانبه طائرات مسيرة من نوعين مختلفين. هذه الطائرة المسيرة التي يمسك بها هنا هي طائرة لانسيت الروسية، الطائرة التي تستخدمها روسيا بشكل مستمر ضد القوات الأوكرانية تحصل عليها. بالتالي هنالك مشاركة في المسائل التكنولوجية على المستوى الصاروخي وعلى مستوى الطائرات المسيرة، وبالتالي لا بد من عدم الاستغراب من مشاركة كوريا الشمالية لإيران في العديد من القدرات الصاروخية، خاصة إذا ما شهدنا الأسبوع القادم اختبارا لصاروخ عابر للقارات من قبل الجانب الإيراني بمساعدة كوريا الشمالية. بالتالي هو حلف جديد، حلف قوي، وطبعا هو يزداد قوة مع الوقت كما يقيم هذا الأمر حلف الناتو. كيف ستتطور الأمور؟ وهل هي ذاهبة للهدوء أم أنها ذاهبة للتصعيد، خاصة مع هذه التحضيرات الإيرانية المستمرة لاستهداف إسرائيل؟